السلام عليكم ارحب بكم في الفيديو الثاني لشرح درس الهندسه الفضائيه الخاص بتلامذه السنه الثالثه من التعليم الثانوي الاعدادي وساتحدث في هذا المقطع عن تتمه الاوضاع النسبيه اذا الاوضاع النسبيه سنتحدث عن الاوضاع النسبيه لمستويين في الفضاء كما ساتطرق لخاصيتين مهمتين تهمان هذه الاوضاع إذا لنبدأ مستويان في الفضاء يمكنهما أن يكونا إما متوازيان أو متقاطعان في حالة مستويان متوازيان نجد متوازيان منطبقان أو متوازيان قطعا في حالة متوازيان منطبقان كما ترون في الشكل أمامكم المستويان بي و P' منطبقان أي جميع نقطهما مشتركة ونقول P و مستويان متوازيان منطبقان نمر الآن إلى حالة متوازيان قطعا كما ترون في الشكل المستويان يشكلهما وجهان متقابلان لمكعب أي لا توجد بينهما أي نقطة مشتركة فنقول مستويان متوازيان قطعا نمر الآن إلى حالة مستويان متقاطعان كما ترون في الشكل أمامكم لا يتقاطعان إلا وفق مستقيم إذا خاصية إذا كان مستويان متقاطعان فإن تقاطعهما يكون وفق مستقيم ننتقل الآن إلى حالة مستويان متوازيان قطعا يقطعهما مستوى ثالث. المستوى الثالث يقطع المستويان المتوازيان قطعا على مستوى مستقيمين كما يوضح الشكل امامنا، وهذين المستقيمين يكونان متوازيين، اذا خاصية اذا كان مستويان متوازيان قطعا يقطعهما مستوى ثالث فان مستقيمي تقاطع المستوى الثالث معهما. يكونان متوازيان إذا وصلنا إلى نهاية هذا المقطع أعطيكم موعد إلى لقاء ثالث سأتحدث فيه عن التعامد في الفضاء إلى اللقاء